في حاجه اسمها الاوبشنال والريكويرد ارجومنت. نحن عرفنا لما نعرف الفانكشن ممكن ندخل بجواها ارجومنت، والارجومنت دي ممكن تكون اوبشنال خياريه او ممكن تكون اجباريه، انت لازم لما تستدعي الداله تديها قيمه. اما الاوبشنال لو ما اديتهم قيمه هيشيلوا الديفولت فاليو اللي انت اصلا عرفتها ليها. يعني دي حسي هنا الفانكشن اللي اسمها انفو شفناها حسي في السكريبت فيها 2 اوبشنال ارجومنت وفيها 1 ريكويرد، كلهم بيكونوا 3 ارجومنت. الاوبشنال بنعرفه كيف؟ لما يكون فيه قيمه، يعني حسي السبيسين اديناه قيمه 10 والكولابس اديناه قيمه 1. في الارجومنت الثالث اوبجكت ما اديناه قيمه، معناته لما نستدعي الداله دي على الاقل لازم نستدعيها ب1 ارجومنت. ممكن نشوف كيف ممكن نستدعيها. طيب عندنا كم خيار؟ زي ما شايفين هنا ممكن نستدعي الانفو وندخل جواها اوبجكت 1 ارجومنت، لازم عشان شنو الفانكشن دي تشتغل وترن معي مررنا لها هنا موديول. طيب والفانكشن كده هتتنفس. طيب لو مررنا لها 2 ارجومنت هيكون الاول للاوبجكت والثاني السبيسنج، هتتغير القيمة بتاعته من 10 ل 12 والكولابس هياخد الديفولت فاليو. نفس الحاجة هنا في المرة الأولى لما استدعينا بس مع required argument، الاسبيسنج أخذت كانت ديفولت فاليو 10 والكولابس أخذت 1. طيب هنا نمرة 3، قول أنا داير استدعي مثلا مع الارجومنت الريكويرد الكولابس، داير أغير القيمة بتاعته بدون ما أهبش القيمة بتاعت الاسبيسنج. في أغلبية اللغات الثانية الحكاية دي لازم استدعي في الحالة دي الثلاثة argument، ما ممكن الارجومنت الاول والثالث والثاني ما استدعيه معي. لكن هنا في البايثون ممكن انادي الارجومنت بالنيم بتاعه وبدون اي ترتيب، يعني حسي اول واحد ده حيمشي للريكويرد اللي هو الاوبجكت، الثاني ده هنقوم نغير الكولابس لزيرو، فالسبيسنج هتاخد الديفولت اللي هي 10. وهنا ده مثال رابع بنعمل كول للفانكشن انفو. زي ما شفنا قلنا الترتيب ما مهم، اول حاجه استدعينا الاسبيسنج وحتى required argument ممكن نستدعيه بالنيم بتاعه، قمنا قلنا له OD BC helper، وفي الحالة دي الكولابس هتاخد الديفولت value 1.